سيد عدنان بن إبراهيم، رؤيتكم لدور النائب في دعم المجهود البلدي؟ كما قال الأخيان، هو ساعة قبل كل شيء دور تشريعي، دور تشريعي دونك هو باش يسن قوانين تحت قبة البرلمان، فالقوانين هذه ما تمشي الجهة نتاعو الكل بل تهم الجهات الكل كي جهته وخارج جهته، هذا في باب تشريعي. في باب رقابة كيف كيف يلزموا يراقب الأداء نتاع المجالس البلدية الموجودة غادي مع تفعيل قانون الجماعات المحلية اللي صحيح النائب ماهوش ممثل فيها، لكن ينجم النائب يشجع على الأقل على التشاركية بين البلديات الصغرى، ينجم يعاون البلديات الصغرى في استخلاص ديونها. واليوم احنا نعرفوا اللي البلديات الصغرى بالميزانيات الصغيرة، نعطيكم مثال بسيط، عندنا بلديات الميزانية نتاعها ما تتجاوز 350 ألف دينار اللي هي مسالة فيهم المرافق العمومية. نعرف بلدية ميزانيتها 350 ألف دينار مسالة فيهم المرافق العمومية كيما ستيك مثلا، دونك المفروض انه يستخلص لها زاد ديونها في تواجد بمجلس جهوي يحاول يعمل ضغط باش يستخلص ديون البلديات الصغرى هذه، كيف كيف في تشاركيه بين البلديات نتاعنا هذه وبين بلديات اخرى. وما ننساوش الدور الدبلوماسيه البرلمانيه اللي عند النائب اللي ينجم يجيب مستثمرين من الخارج واللي ينجموا يستثمروا في الجهه نتاعو. كيف كيف زاد دور النائب يلزمه يكون قريب وملتصق المشاغل ومشاكل الجهه نتاعو، خاصه احنا في المونستير مثلا عندنا مشكله كبيره في اللوناس، مشكله لوناس في تاثير فيها على الصحه وعلى البيئه والنظافه، مشكله لوناس احنا عندنا شريط ساحلي في استغلال مجحف من لوناس، واللوناس في حد ذاتها معناها ترجع بالنظر لوزاره البيئه مع لابال اللي هي لاجونس دو بروتيكسيون تاع الليتورال. انت تصور انه فما وكاله لحمايه الشريط الساحلي هي مرجع النظر معناها لنفس هذا كونفليت انتري نفس الوزاره اللي هي وزاره البيئه. شكرا بن ابراهيم، شكرا.